لاتيس مصدرزاي مصل مهمة جدا جدا عندنا، بحيث انها هي والسيرتاس انتيرو بتبقى نقط محط امتحانات كتير جدا طبعا، ومعاهم البكتوراليز ميجور اللي اتقالت قبل كده والدلتويد اللي جاية. ففي المنطقة دي في مصلز مهمة جدا، منهم اللي هي اللاتيزما زورزاي. اللاتيزما زورزاي ليها خمسة اوريجين اللي هي المصل دي. اول حاجة لور سيكس ثوراسك سباينز اند سوبرا سباينس ليجامنت، ادي واحد يبقى لور سيكس ثوراسك سباينز اند سوبرا سباينس ليجامنت. نمرة اتنين هنا الفاشية اللي اسمها ثوراكو لامبر فاش او لامبر فاش، يبقى هنا ده ثوراكو لامبر فاش. وبعدين نمرة ثلاثة لور 3 اور 4 ريبس، يعني هنا الضلوع هنا من اللور 3 اور 4 ريبس. نمرة أربعة الاوتر ليب اوف ذا ايلياك كريست، يبقى هنا الاوتر ليب اوف ذا ايلياك كريست. وبعدين نمرة خمسة من الانفيور انجل اوف ذا سكابل، من الانفيور انجل اوف ذا سكابل. يبقى الاورجن لور 6 ثوراسك سباينز اند سوبرا سباينس ليجامنت، لامبر فاشيا، الاوتر ليب اوف ذا ايلياك كريست، الانفيرو انجل اوف ذا سكابولا، لور 3 اور 4 ريبس. وبعدين دي بتطلع تعمل انسرشن، تيجي هنا ده الهيومرس بتعدي على الفرونت اوف ذا هيومرس، فتمسك هنا في الفلور اوف ذا بايسيبيتال جروف اوف ذا هيومرس، يعني دي في الفرونت اوف ذا هيومرس في الفلور بتاع البايسيبيتال جروف. الاكشن بتاع الماسل دي نمره واحد ادكشن، يعني تقرب الارم للايه ثوراسيك للثوراكس او للترانك، يبقى دي هنا بتعمل ايه ادكشن. نمره اتنين كمنها ماسكه على الباك، فهي عكس البكتوراليز ميجور في الحته دي، يعني البكتوراليز ميجور كانت تعمل ادكشن دي، بس البكتوراليز ميجور كانت تعمل فليكشن، دي تعمل اكستنشن لانها ماسكه في الباك. لو انت فاكر البكتوراليز ميجور كانت ماسكه في الفرونت، فعشان كده تعمل فليكشن اوف ذا شولدر جوينت، لكن دي تعمل اكستنشن اوف ذا شولدر ايه جوينت. نيجي بعد كده زي البكتوراليز ميجور منها ماسكه في الفرونت اوف ذا هيومرس، والبكتوراليز ميجور ماسكه في الفرونت اوف ذا هيومرس، فتعمل ميديال ايه روتيشن. لاتيزما الزورزاي تعمل ميديال روتيشن، عشان كده الاكشن بتاع اللاتيزما الزورزاي ثلاث كلمات ادكشن اكستنشن وميديال روتيشن. الاكشن بتاع البكتوراليز ميجور كانت ادكشن وفليكشن وميديال روتيشن، لكن اللاتيزما الزورزاي تعمل ادكشن واكستنشن وميديا روتيشن. النيرف سبلاي بتاعها اللي هو ليها نيرف مخصوص على اسمها اسمه سوراكو دورسال نيرف او نيرف تولاتيسما زورزاي، ده طالع من البوستيرور كورد اوف ذا براكيال بلكسس، ده طالع من البوستيرور كورد اوف ذا براكيال بلكسس. نشوف تاني ادي اللاتيسما زورزاي، المنظر هنا واضح، الاورجن بتاعها مظبوط جدا، لور 6 ثوراسك سباينس سوبرا سباينس ليجامنت، لامبر فاشيا، اوتر ليب اوف ذا ايليا كريست، لور 3 اور 4 ريبز، فيرو انجل اوف ذا سكابولا، الانسرشن في الفلور بتاع البايسيبيتال جروف. الاكشن بتاعها ادكشن اكستنشن ميديا روتيشن. النيرف سبلاي بتاعها نيرف تو لاتيزما دورزاي من البوستيرو كورد بتاع البراكيال بليكسس.